من كام يوم علماء الفلك اكتشفوا حاجة كانت مفاجأة بالنسبة لهم، لدرجة انها ممكن تغير كل حاجة عن النموذج الفلكي اللي كلنا نعرفه حاليا. تشكيل فضائي مجري مهما حاولت اوصف لك مدى ضخامته اكيد هفشل، والعلماء اطلقوا عليه اسم بيج رينج او الخاتم العظيم او الحلقة الضخمة. والفكرة بقى ان غالبا الاكتشاف ده هيغير الطريقة اللي بنفكر بيها في طريقة تكون الكون وتطوره على مرور الزمن. طب يا ترى ايه حكاية الاكتشاف ده بالظبط؟ وليه هو مهم قوي كده؟ وازاي ممكن يغير من طريقة تفكيرنا في الكون؟ هو ده اللي هحكي لك عليه النهاردة. جهز بقى مشروبك السخن الجميل وسبسكرايب ولايك وشير، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اهلا وسهلا بيكو، انا عماد عصام، وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. الموضوع كله بدأ من كام يوم لما أليكسيا لوبيس طالبة الدكتوراه في جامعة لانكشاير في بريطانيا اكتشفت أثناء بحثها في السماء حاجة غريبة في أعماق الفضاء. الحاجة دي كانت إنها شافت هيكل شديد الضخامة في الفضاء وعلى بعد حوالي 9 مليار سنة ضوئية من الأرض، شكله شبيه بالحلقة وقطره أكبر من 1.3 مليار سنة ضوئية كاملة. الهيكل الضخم ده يا سيدي لما تم اكتشافه سموه باسم الخاتم العظيم أو البيج رينج، وده علشان هو واحد من أكبر التشكيلات النجمية والمجرية اللي تم رصدها في تاريخ علم الفلك كله، وحجمه لو كان الضوء القادم منه مرئي للعين البشرية كان هيتجاوز حجم القمر في سماء الليل بحوالي 15 ضعف. انت فاهم يعني ايه تشكيل مجري على بعد 9 مليار سنة ضوئية كاملة؟ لو شفناه من على البعد ده هيكون حجمه ضخم لدرجة انه هيكون اكبر من حجم القمر المكتمل ب 15 مرة. ده شيء مستحيل تستوعبه الا لو شفته بعينيك، وخيال البشر مستحيل يقدر يتخيل حاجة زي دي. المهم بقى يا سيدي ان لما تم اكتشاف الهيكل الضخم ده علماء الفيزياء والكونيات كلهم مبقوش مصدقين، والموضوع احتل شاشات الاعلام والصحافة كلها اتكلمت عنه، وكل الدوريات العلمية بدأت تتساءل عن الموضوع المذهل ده. ولو مش فاهم ليه فالسبب يا صديقي كان ان الاكتشاف ده بيتعارض مع كل اللي احنا نعرفه عن الكون على المستوى الضخم، وبيناقض الكوزمولوجيكال برينسبل او النموذج الفلكي اللي علماء الفلك ماشيين بيه بقالهم عشرات السنين. طب ازاي؟ خلينا اشرح لك. شوف يا سيدي، النموذج الفلكي بتاعنا اللي بكلمك عنه ده بيتكون من نقطتين مهمين ومعتمدين على بعض. اول نقطة هي القاعدة الاساسية اللي بتقولك ان المنطقة من الكون اللي احنا بنشوفها بعينينا وبنقدر نرصدها بالتلسكوبات شكلها دايما حسب مشاهدات علماء الفلك على مر التاريخ كان المفروض انه يونيفورم او موحد. طب يعني ايه بقى الكلام ده عمدة؟ يعني المفروض بناء على المشاهدات الفلكية ان دايما في اي حتة في الفضاء بنوجه عليها التلسكوبات بتاعتنا من هنا على الأرض بنلاقي إن عدد الكواكب والنجوم والمجرات فيها متوزع بشكل موحد ومتساوي. بمعنى إنك لو لقيت حتة فيها نجوم كتير وحتة تانية جنبها فيها نجوم أقل، فأنت لازم ساعتها جنبها هتلاقي منطقة تانية تكون فيها عدد من النجوم يعوض الفرق في العدد اللي كان بين المنطقتين الأولانيين ده، بحيث إن الكون كله يبقى متساوي أو يونيفورم زي ما اتفقنا. حلو؟ جميل. الكلام ده بقى لما علماء الفلك والفضاء اتفقوا عليه كان معناه اننا توصلنا بالمشاهدة والتطبيق العملي لنموذج موحد بنتخيل بيه شكل الفضاء على المستوى الكوني الضخم. وشكل الكون جوه النموذج ده المفروض انه مسطح ومنبسط، وده لان الجاذبية نفسها بتفرض عليه ده. هتسألني ازاي؟ هقولك تخيل مثلا ان الكون ده هو مجرد بساط مفروض في قلب الهواء. لو انت حطيت في البساط ده كور كتير جدا في النص وسبت الاطراف فاضية، فساعتها البساط هينحني للأسفل أو هيحصل فيه انبعاجات كتير غير متساوية هتأدي لأن شكله ما يبقاش موحد، وممكن يوصل لمرحلة أنه يبقى ملتف على نفسه في شكل كروي، وبالتالي تبقى بدايته هي نفسها نهايته. وده طبعا مش الشكل اللي احنا بنشوفه عمليا. لكن تخيل بقى في نفس المثال أننا وزعنا الكور على كل منطقة في البساط ده بالتساوي، فهو هيفضل مفروض ومنبسط، وبالتالي هيبقى شكله مسطح وممتد، وساعتها مش هيبقى ليه حدود معروفة لأن الكون بيتوسع مع مرور الوقت، ومعدل التوسع بتاعه ده بيزيد بسبب الطاقة المظلمة ومش بيقل زي ما العلماء كانوا فاكرين زمان. طيب كل دي كانت النقطة الأولى في النموذج، إيه بقى النقطة التانية؟ النقطة التانية يا سيدي معتمدة بشكل أساسي ومباشر على الأولى، بس علشان تفهمها لازم الأول تفهم حاجة تانية مهمة. المنطقة اللي احنا بنقدر نشوفها من الكون دي هي منطقة صغيرة مش بتعبر عن الكون بمفهومه الشامل، بمعنى ان في حاجة اسمها الأوبزيرفابل يونيفرس او الكون المرئي اللي هو عبارة عن المنطقة الكونية اللي الضوء اللي خرج منها لحق يوصل لنا هنا على الارض ويقطع كل المسافة دي، واي منطقة من الكون بعد المنطقة دي هتبقى خارج مجال رؤيتنا وادراكنا. حلو لحد كده؟ تمام. اللي احنا بقى كنا شايفينه في الكون المرئي ده يا صديقي بناء على كل المشاهدات السابقة كان ان الفضاء يونيفورم او موحد زي ما اتفقنا،
كل الأماكن اللي رصدناها المفروض إن فيها عدد المجرات والنجوم متساوي ومتوزع بطريقة متناسبة مع بعضها، بحيث إنها بتأكد أكتر قاعدة اليونيفورميتي أو التجانس دي. وبما إن علم الفيزياء في الأساس بيحتوي على قاعدة بتقول إن إحنا مش مميزين وإن موقعنا في قلب الفضاء مش مميز، فده هيكون بالتالي معناه المنطقي هو إن لازم الكون كله يكون واخد نفس الشكل المتجانس ده، ويكون أعداد وتشكيلات النجوم والمجرات اللي فيه متساوية ومتناسبة مع بعضها. بدأت تفهم إحنا رايحين على فين بكلامنا؟ النموذج الكون المعروف لينا والعلماء الفلك قضوا حياتهم ماشيين وراه ومقتنعين بيه، لأنه هو الشيء الوحيد اللي إحنا رصدناه بناء على المشاهدات الفلكية، كان بيأكد إن الكون شكله مسطح ومنبسط، وبالتالي إنه ممتد وملوش نهاية ولا حافة. بس لما جت بقى أليكسيا لوبيز ورصدت المنطقة المجرية الضخمة جدا دي واللي مش موجودة زيها في أي حتة تانية حواليها، ده كان بيسبب مشكلة كبيرة جدا في فهمنا للنموذج اللي حكيت لك عنه ده. والحقيقة إن المشكلة ما كانتش بس بتقتصر على النموذج الفلكي، بل كمان وجود الهيكل المجري العظيم ده على البعد والمسافة دي وبالحجم ده كان بيناقض أصلا النظريات اللي عندنا عن نشأة الكون، وده علشان الطريقة اللي احنا فاهمين بيها بداية الكون وبداية تكون العناصر اللي تحولت فيما بعد لنجوم وبعدين لمجرات، بتقول إن مستحيل في الفترة دي من عمر الكون يكون في هياكل ضخمة توصل للحجم ده بالسرعة دي. والكلام ده معناه إن أكيد في حاجة غلط، يا إما في فهمنا يا إما في الاكتشاف الجديد ده، مفيش حل تالت. والفكرة بقى إن ده مش أول هيكل عملاق هي تلاقيه، بل بالعكس ده هي نفسها طالبة الدكتوراه اللي لقت هيكل تاني شبهه سنة 2021 سموه بالجاينت أرك أو القوس العظيم، وكان حجمه أكبر كمان من الحلقة الضخمة وممتد لحوالي 3.3 مليار سنة ضوئية كاملين. والمشكلة بقى إن الاتنين اللي اكتشفتهم دول كانوا في نفس المنطقة والبقعة من الفضاء، وده معناه إن لازم ولابد يكون في زيهم حواليهم في مناطق تانية مختلفة لو كان النموذج اللي عندنا عن تجانس الفضاء صحيح، وده ما تمش إثباته خالص لحد دلوقتي. وعلشان كده فالعلماء حاليا بيفكروا جديا في إن النظرة اللي عندنا حاليا عن شكل الكون على المستويات الضخمة ممكن تطلع غلط، وإننا ممكن نكون محتاجين نظرية وفهم جديد تماما لشكل الكون. طبعا مش كل العلماء مؤمنين بالموضوع، وبعضهم بيقول إن الاكتشاف ده ممكن يكون ليه تفسير إحنا لسه ما نعرفوش، خصوصا وإنه قبل كده علماء الفلك برضو كانوا اكتشفوا تشكيلات نجمية ومجرية أضخم كمان من الاتنين دول، زي جدار هرقل كورونا بورياليس العظيم اللي حجمه بيمتد المسافة جبارة ومذهلة حرفيا مستحيل عقلك يتخيلها، تقدر بعشر عرض الكون المرئي كله. وده لو حابين هعمله حلقة ليه لوحده إن شاء الله. وعلشان كده في تضارب حاليا في المجتمع العلمي ما بين التفسيرات اللي بتحاول توصل لسبب وجود الأشكال النجمية الضخمة جدا دي، ومحدش لسه عارف الحقيقة فين. والأدهى كمان من كل ده هو إن التشكيلات الضخمة اللي بنشوفها دي كلها هي بس الموجودة في الكون المرئي، ما بالك بقى اللي ممكن يكون موجود خارج حدود الكون المرئي بالنسبة لنا. وعلماء الفلك بيقدروا قطر الكون المرئي بحوالي 93 مليار سنة كاملة، يعني لو تخيلنا أننا في المركز فالكون المفروض على حسب الحسابات الرياضية والفيزيائية ممتد لحوالي 43 مليار سنة ضوئية في كل اتجاه، وكل التشكيلات دي احنا شفناها على أبعاد قريبة نسبيا، فيا ترى ايه اللي مستخبي في 30 مليار سنة ضوئية الباقيين؟ وهل أصلا اللي باقي كله هو 30 مليار سنة ضوئية بس؟ ولا النموذج بتاعنا هيطلع غلط زي ما الاكتشافات دي بتوضح، ويطلع شكله مختلف تماما، ويمكن يكون أكبر بكتير من مجرد ال 30 مليار سنة ضوئية دول؟ والمشكلة إن مع كل يوم بيعدي كل الأسرار دي بتتقفل علينا أكتر وبتبعد عننا في الزمن بسبب سرعة الضوء المحدودة اللي الكون والفضاء نفسه بيتوسع وبيكبر أسرع منها. وفي يوم من الأيام هنحاول نبص على السماء علشان نفهم، وهنلاقي إن مفيش حاجة مقابلنا غير الضلمة والمجهول فقط، وساعتها مهما حاولنا مش هنقدر نوصل للحقيقة. وعلشان كده فبرغم كل البيانات المتضاربة والاكتشافات المتناقضة والحيرة والجدل اللي بيدخل فيه العلماء بعد كل حدث زي ده، إلا إنه المؤكد هو شيء واحد بس، إننا عايشين حاليا في العصر الذهبي من عمر الكون اللي بيسمح لنا نشوف طبيعته الحقيقية ونحاول نفك أسراره. لو حابين أعمل حلقة عن أكبر هيكل تم اكتشافه في الكون اللي هو جدار هرقل كورونا بورياليس العظيم، ياريت تكتبولي في التعليقات، وكالعادة هتلاقي المصادر تحت في الديسكريبشن. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، وأشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد إن شاء الله.